جدا وحاجه مهمه جدا. لكن خلينا نروح نشوف اول مفاجاه احنا عاملينها لك النهارده. خلينا نشوف اول مفاجات سهره مع نجم الكبير وليد سليمان عاملينها له من خلال فيديو كده. تعالوا نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا وليد، من خلال هذا الفيديو أتمنى لك حظا سعيدا وأذكرك بالأيام الجميلة التي استمتعنا فيها بالعمل سويا في نادي إنبي. أيضا أن أشارك الجميع الانطباع الرائع الذي تركته لدي على المستويين الفني والإنساني. بالنسبة لي ستظل أنت ميسي المصري بسبب قدراتك الفنية الرائعة. أنت تنتمي لبلد وشعب عظيمين. أتمنى أن تواصل إسعادك للجماهير بمهاراتك غير المسبوقة. ايه رايك؟ طبعا مفاجاه كويسه جدا، وانا بشكر مستر مالدينوف، وانا كنت بتواصل معاه الفترات الاخيره. راجل جميل جدا، وطبعا بشكره على الكلام الجميل اللي قاله في حقنا. راجل الحقيقه اول ما عمر اتكلم معاه عشان يوصل معاه لل، قال له طبعا ده وليد ده يعني ميسي الكره المصريه، بيسميك ميسي الكره المصريه. من الواضح ان هو بيحبك جدا. كابتن بصراحه من ساعه ما كنت في السعوديه والراجل هو كمان فرجنا على حاجات لي. كان لعيب جامد جدا هو، ولعب كاس عالم ولعب فترات طويله في البرتغال، وهو كان اشول وبيحب اي لعيب اشول. لو حضرتك كنت فاكر في انبي كنا بنلعب بتاع 5 شول في الفرقه. الفتره دي كانت كلها انبي شمال. شمال حاجه كويسه، شمال رجل يعني. لا هو كان لعيب جامد، وكان بيقول لي انا كنت بعمل حاجات في الكوره وعايزك تعملها، وكان بيمرنا على الكوره الثابته. يعني هو بصراحه انا هو اللي علاني في الكوره الثابته. علاك في الكوره الثابته. وبعد ما جيت كمان نادي الاهلي اللي خلاني برضو استمريت عليها مستر مانويل جوزيه. الكوره الثابته كنت انا وتريكا وعبد الله بنلعبها على طول. بس هو اللي قال لي انت ليه ما تلعبش كوره ثابته؟ انا كنت بلعب كوره ثابته. يعني كل فين وفين مثلا كابتن مختار يقول لي ادخل شوت، لما مثلا محمود يجرب واحده، كابتن علي يجرب واحده يقول لي شوت. لكن مالدينوف ده اللي اداك الثقه ان انت على طول يا كابتن. وهو واحد من اشهر المدربين في بلغاريا حتى الان يعني. وشغله كله كان مبني التكتيك على الكور الثابته، كنت بعملها من نص الملعب، من الجناب، من الكور الكران. لكن هو صراحه ليه فضل عليا في الحاجات دي بصراحه يعني. تمام، هنطلع نشوف برضو ارقام كابتن.